السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. حنا الآن كنتواجدوا بالمشروع ديال الأطلس، مشروع البقع ديال قاطيني دور الصفيح بتراب عمالة صخيرة تمارة. هذا المشروع هذا أخوتي اللي كان خاص بدور الصفيح، وكان كلشي كيتسنى غير وقتها شي تم تسليم البقع، وجات واحد الوقيته كلشي ولا كيتسنى غير وقتها شي تطلق البني، والحمد لله الحمد لله تطلق البني القاطيني دور الصفيح بتراب عمالة صخيرة تمارة. وبالضبط مشروع الأطلس اللي فيه 2823 بقعة الفائدة قاطيني دور الصفيح. هنا كما شفتوا المؤسسة اللي دزنا عليها دابا، وعندنا في نفس الوقت سبيطار كاين لتحت، وهنا غنوريكم العملية ديال البناء اللي انطلقات وفين وصلات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أقل من شهر أقل من شهر تبارك الله ما شاء الله، أقل من شهر أنتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، أقل من شهر أقل من شهر ما شاء الله الناس بدأت كتبنيو الأمور وغادا مزيان. نقدروا نقولوا تقريبا فوق واحد 100 بقعة دابا بدا فيها البني تبارك الله ما شاء الله، إلا ما قلناش أكثر. هادشي كيبشر بالخير، هادشي كيبين أنه الحمد لله هاد مشروع الأطلس غيمشي مزيان حتى هو. وراه كاينين بقع هنا للبيع، يعني اللي مهتم وهذا كاينين بقع للبيع سواء سكنية أو تجارية. والله يسخر الجميع يا ربي، الله يسخر. يا سلام يا سلام، اللهم بارك اللهم بارك، الله يسخر لهاد الناس هادو، الله يسخر لهاد الناس هادو اللي كانوا مساكن في البراكة، وأخيرا وأخيرا الحمد لله مسك لهم الله باش يديروا تما دويرتهم، الله يسخر لهم يا ربي. هنا المشروع ديال القاطيني دور الصفيح بتراب عمالة صخيرات تمارة ديال الأطلس اللي استفدوا فيه الناس البقع، اللي استفدوا فيه الناس البقع، وللتذكير للتذكير فقط، ما دخلوش فيه الناس ديال تمارة، ما دخلوش فيه الناس ديال تمارة، ما دخلوش فيه الناس الصخيرات، داخلين فيه الناس ديال المنزه، الناس ديال عين عودة، الناس ديال أم عزة، الناس ديال الرباط. هذا المشروع هذا راجع بالضبط حدا الفضل، ما شاء الله ما شاء الله. الناس راه ار بليس ان راه بناوها، نشوفو دابا الار بليس دو فين غادا الامور، الله يسخر. الناس اللي كيسولونا كانوا جاونا تعاليق بغاو يعرفوا فين وصل المشروع ديال الاطلس اللي في عين عودة. انتم اخوتي كتشوفوا كلشي قدامكم تحت طلب مجموعه من الاصدقاء، غنقول لكم فوق واحد 200 ولا 300 يعني الساس اللي محفور دابا، الساس اللي محفور دابا راه فوق واحد 300 تقريبا ما شاء الله ما شاء الله. يعني هادشي راكم واكبتو معانا كل كبيره وصغيره هنايا قبل ما تكون حتى شي حاجه هنايا تبارك الله ما شاء الله. غنقول الله يسخر الامور لهاد الناس مساكن لانهم قاصوا وعانوا في البراكه، والحمد لله الفرج جا وخذوا بقيعه ديالهم وهم كيبنيو فيها وكيتقاتلوا معاها. الله يسخر الجميع يا ربي، الله يسخر الله يسخر الله يسخر، يستاهلوا مساكن يستاهلوا تا هما، الله يكون في العون يستاهلوا. هنا خوتي الناس اللي كيلتحقوا بينا دابا ولا اللي خرجوا في هذه اللقطه بالذات، هنا المشروع ديال القاطيني دور الصفيح بتجزئه الاطلس استفاده من بقع 2823 بقعه. انتم كتشوفوا الناس انا تبارك الله خدامين، الله يسخر للجميع الله يسخر للجميع. هنا الخرجة ديال عين عودة، هنا الخرجة ديال عين عودة تقريبا، ولكن الموقع هنايا راه زوين ما شاء الله، لأن غيجي في هاد الشارع كبير، وأكيد غتكون إصلاحات كبيرة في هاد الشارع هذا. وباش تأكدوا تعرفوني علاش كنهضر أخوتي، وباش تعرفوا المعلومة راه مضبوطة، هانتوما أخوتي مشروع إعادة إيواء قاطيني دور الصفيح بجزيئة الأطلس بجماعة عين عودة، 2823 بقعة، 2823 بقعة، وزارة الداخلية ولاية جهة الرباط سارة القنيطرة عمالة صخيرات تمارة. الله يسخر الأمور والله ييسر الجميع، وهنية على قاطيني دور الصفيح هنا بمدينة عين عودة اللي استافدوا من البقع ديالهم، والناس ديال المنزه والناس ديال أم عزة كذلك. الله يسخر الجميع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.